السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة انفوتك فور يو. معاكم مروة سليمان وفيديو جديد، فيديو إن شاء الله مفيد على قناتنا. النهاردة معانا تطبيق من تطبيقات مايكروسوفت، هو تطبيق جديد، هو تطبيق مايكروسوفت لوب، وهذا التطبيق شعاره كالآتي: Think, Plan and Create Together Like Never Before. من الشعر بتاعه معناه ان هذا التطبيق بيستخدم للتفكير والتخطيط والانشاء، وبيكون هذا الانشاء من خلالك او من خلال الاخرين. يعني انت ممكن تشارك شغلك ده مع الاخرين ويبتدوا ان هم يعدلوا عليه، يعني مكان في كل حاجة انت شغال عليها، وكمان تقدر انك انت تشاركها مع الاخرين. ان شاء الله هحط لكم الرابط الخاص بالتطبيق اسفل الفيديو. كل اللي عليك ان انت تخش بحسابك على مايكروسوفت على الرابط، ان شاء الله اللي هيكون موجود في الوصف. طبعا هو اول ما هتخش على الموقع بالمنظر ده كده هتلاقي فيه فيديو صغير بيعرفك بمايكروسوفت لوب، تقدر تبص عليه لو حابب. واحنا هنتناول مع بعض النهارده التطبيق ونبتدي نشوف شكله هيكون عامل ازاي. ده بيقول لي جيت ستارتد ويز لوب، هبتدي ان انا ادوس عليها وابتدي اشوف الداشبورد بتاع المايكروسوفت لوب شكله عامل ازاي. هبتدي اقول له ساين ان. زي ما احنا شايفين ده الداشبورد الخاص بمايكروسوفت لوب. اول ما هدخل عليه هيقول لي getting started، وهبتدي هنا اروح انشئ وورك سبيس جديده اشتغل عليها. يعني هروح ادوس على البلس وابتدي هنا اسمي الورك سبيس اللي انا شغاله عليها. وهنا بيقول لي this is a shared space. When you can collaborate with your team, you can always rename it later. يعني دي عبارة عن workspace مع التيم بتاعك. هنا مثلا أنا حسمي ده، مثلا أنا أي project بقى أنا مثلا شغالة عليه، هنا مثلا حسمي Infotech for you project، أي حاجة، يعني مفيش حاجة في دماغي معينة. وهنا ممكن تروح للبلس تضيف اي بقى حاجه تميز بيها الورك سبيس دي، سواء كانت من الايموجي او من الرموز الموجوده عندي. في بقى رموز كتيره، انا هختار الشكل ده على سبيل المثال، وبعد كده هقول كرييت. هنا بيديني الورك سبيس بتاعتي، ممكن ايضا اد ايكون او اد كفر للورك سبيس بتاعتي بالمنظر ده كده. ادي الورك سبيس وهبتدي هنا ان تايتل ذا بيج، هبتدي اكتب مثلا الحاجه اللي انا عايزه اكتبها في البيج دي، وليكن مثلا التاسكس، وابتدي اكتب التاسكس اللي انا عايزه اعملها. هنا بيقول لي لو انت عملتي سلاش تو انسرت، ولو انت عملتي ات تو فايند، يعني بتدوري على حاجه. يعني انا هنا لو عملت سلاش بالمنظر ده هيظهر معايا الهيدنج 1 والهيدنج 2 والهيدنج 3، ده الخاص بالتايتلز او بالعناوين لما اجي اكتب. في عندي كمان تيبل لو انا عايزه اعمل تيبل، في تشيك ليست، في بوليتد ليست، في نمبرد ليست، في تاسك ليست، وفي فوتنج تيبل. وهنا مثلا لو انا اخترت الفوتنج تيبل، لو انا عايزه افوت على حاجه معينه وعايزه الشخص هنا يخش يبتدي ان هو يفوت، فهنا الشخص اللي انا هشير معاه الورك سبيس ده هيبتدي يفوتس وهيسمع الموضوع ده عندي في الفوتنج تيبل. يعني مثلا تاني اعمل نيو وابتدي ازود في الفوتنج تيبل وهكذا. لو انا حابه ان انا اشتغل على الفوتنج تيبل ممكن اجي تحت تاني اعمل سلاش وابتدي اشتغل على حاجه جديده، او ان انا ابتدي اعمل على سبيل المثال منشن لحد. ده بالنسبة للجزء المتعلق بالتاسكس. هنا لو أنا رحت عملت شير، فأنا هنا هاخد البيج لينك بتاعتي وابتدي إن أنا أكسس تو ذيس بيج أونلي، وأخلي الشخص ياخد اللينك ويأكسس الشخص ده للبيج دي فقط، فهو هنا مش هيأكسس غير على التاسكس فقط. وهنا ممكن أروح للنقط اللي هنا وأعمل سب بيج، سب بيج تحت البيج، يعني بيج فرعية تحت البيج الأساسية، وأشير البيج لينك بتاعتي مع أشخاص معينين. فممكن من هنا وممكن أيضا من البوتون اللي هو لونه موف بالمنظر ده. وهنا أحدد كمان anyone with link can edit، أو إن أنا هكون لأ أنا عايزة people with an existing access، أو إن أنا عايزة مثلا أعمل view فقط، أعمل restriction أكتر.
وهكذا. دي حاجة طبعا راجعة لي، وحاجة لها علاقة بالشيرنج سيتنج، ان انا هحط سيتنج للحاجة اللي انا بشيرها، ممكن كمان باسورد، ممكن حاجات كتير. لو انا رحت مرة تانية هنا للثلاث نقط، هلاقي في عندي open، وعندي rename and assign، وعندي add to workspace. لو انا عايزة اضيف search loop workspaces to add to، يعني يكون انا عندي كذا حاجة وعايزة اضيفها للworkspace دي وتكون اوريدي موجوده هنا، انا عشان دي اول حاجه اعملها معاكم، فما فيش حاجه هنا مثلا اقدر ان انا اعمل لها اد. ممكن اعمل اد جيت ستارتنج، يعني هي مش منطقيه لكن انا بوريك برضو تقدر تعمل ايه. هنا في الثلاث نقط ايضا، في اهو هنا ده بالنسبه لي الحاجات اللي انا ضفتها، جيتنج ستارتد، نيكست ستيبس، هنا مثلا بيديك شويه معلومات ممكن انك انت تستفيد بيها، سند فيدباك، ان انت تبعت فيدباك، جيت ذا موبايل ابلكيشن، في موبايل ابلكيشن للوب لو انت حابب ان انت تستخدمه وهكذا. نرجع مره ثانيه نعمل بلس ونعمل نيو بيج او نعمل نيو لينك، وممكن نرجع مره ثانيه للتاسكس اللي احنا كنا واقفين عليها. وممكن ارجع مره ثانيه لللوب هوم بيج عشان اعمل ورك سبيس جديده وهكذا. بقى تقدر تعمل عدد لا نهائي من الورك سبيس، وطبعا هنا لو انت بتدور عندك 30 40 ورك سبيس تقدر انك انت تروح للسيرش وتروح لحاجه معينه انت عايزها. ده بالنسبه لللوب، اللوب مفيد جدا علشان تشارك الحاجات اللي انت شغال عليها مع الاخرين وتنظم ايضا نفسك اكتر، والتطبيق ده يعتبر من تطبيقات زياده الانتاجيه. أتمنى تكونوا استفدتوا من معلومة النهاردة عن تطبيق مايكروسوفت لوب، وهو تطبيق ممتاز تقدر انك انت تستخدمه. كل اللي عليك ان انت يكون عندك اكاونت خاص بحساب مايكروسوفت تخش عليه وتستخدمه من غير اي مشكلة. في دلوقتي موجود على القناة كورس عن مايكروسوفت اوفيس 365 بالنسبة للإكسل والوورد والباوربوينت. الباوربوينت فيه حوالي فيديو او فيديوهين ناقصين، ان شاء الله نستكملهم قريبا بإذن الله تعالى، ولكن بقيه الكورس كامل وموجود على القناه. ان شاء الله احط لك الرابط في الوصف اسفل الفيديو لو حابين تاخدوا فكره عن تطبيقات مايكروسوفت الاصدار 365. تقدروا ان انتم تدخلوا على الروابط الموجوده في الوصف وتشوفوا الكورسات. الوورد موجود على فيديو واحد، يمكن هو الحاجه الوحيده اللي موجوده على فيديو واحد، اما الاكسل والباوربوينت فموجود على عدة فيديوهات. أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة Infotech for You. أتمنى يكون اللي احنا بنقدمه بيفيدكم قدر الإمكان، وياريت الناس تدعمنا باللايك والشير والكومنت لو انت حاسس ان انت بتستفيد باللي احنا بنقدمه. لو بتشوفنا لأول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.